السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة مطبخ سمية. اليوم بغيت نعمل معكم واحد التحلية بالحامض. بالنسبة للمقادير، عندي نصف لتر من الحليب، وعندي حامضة، وعندي فاني. غدا نحك هذيك الحامضة بالحكاكة الرقيقة ونعصرها ونزيدها على الخليط وندير الفاني ونديرها فوق النار. بعد ما حكيت الحامضه ديالي الحكاكه الرقيقه، زدت على ساشيه ديال الفاني، زدت على جوج معالق ديال السنيده السكر، وزدت على العصير ديال الحامضه. انا تنحرك شويه حتى تعقد ونديرها في الكؤوس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة مطبخ سمية. اليوم بغيت نعمل معكم واحد التحلية بالحامض. بالنسبة للمقادير، عندي نصف لتر من الحليب، وعندي حامضة، وعندي فاني. غدا نحك هذيك الحامضة بالحكاكة الرقيقة ونعصرها ونزيدها على الخليط وندير الفاني ونديرها فوق النار. بعد ما حكيت الحامضة ديالي الحكاكة الرقيقة، زدت على ساشية ديال الفاني، زدت على جوج معالق ديال السنيدة السكر، وزدت على العصير ديال الحامضة. انا تنحرك شوية حتى تعقد ونديرها في الكؤوس. بعد ما غليت الحليب ودرت فيه الساشي ديال الفلون، ودرت فيه قشورة الحامض، ودرت فيه حامضة معصرة، زدت عليه جوج معالق ديال السنيدة وثلاثة المعالق ديال النشا، وحركتهم بشوية حتى عقادو، ودرتهم في هاد الكؤوس، قدمتهم وزينتهم بشرائح البنان، طرت الحامض. نتمنى يروقكم وتجربوا هذا الفلون، والى فيديو اخر ان شاء الله. بعد ما غليت الحليب ودرت فيه الساشي ديال الفلون، ودرت فيه قشورة الحامض، ودرت فيه حامضة معصرة، زدت عليه جوج معالق ديال السنيدة وثلاثة المعالق ديال النشا، وحركتهم بشويه حتى عقادو، ودرتهم في هاد الكؤوس، قدمتهم وزينتهم بشرائح البنان، طرت الحامض. نتمنى يروقكم وتجربوا هاد الفلون، والى فيديو اخر ان شاء الله.